رفضت الجزائر الرد على طلب سعودي إماراتي يقضي بتصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، كما رفضت الرد على مقترح بفتح تحقيق في استثمارات عدد من رجال الأعمال المحسوبين على تيار الإخوان المسلمين. وكشف مصدر دبلوماسي أن وزير الخارجية رمطان العمامرة نقل خلال زيارته الأخيرة للسعودية قرار الجزائر برفض مقترح سعودي إماراتي يهدف إلى اعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. وأضاف المصدر أن مبعوثين من السعودية والإمارات زاروا الجزائر في الأشهر الثلاثة الأخيرة في محاولة لإقناعها بهذا المقترح. وأوضح ذات المصدر بأن الجزائر ردت بطلبها من السعودية تقديم قوائم الأشخاص المتورطين في قضايا إرهاب مقرونة بأحكام قضائية ودلائل حتى يمكن وضعهم في قائمة الإرهابيين، وهو ما يجري النقاش بشأنه في الوقت الراهن. وكان وزير الخارجية رمضان العمامرة قد زار السعودية منتصف أفريل الجاري، أين ترأس إلى جانب نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل الاجتماع الثاني لآلية التشاور السياسي بين الجزائر والمملكة، فيما كانت مصر قد أعلنت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي شهر ديسمبر من العام الماضي منظمة إرهابية، لتتبعها في هذا القرار السعودية في السابع من مارس المنصرم.